السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد ولعبه شاحنات جديده سنه 2023، واللي هي تراك سيميليتر برازيل، لعبه محاك الشاحنات البرازيليه، بتنزل على الاندرويد فقط، ورابط تحميلها بتلاقوه اسفل المقطع بصندوق الوصف. اللعبه يا جماعه الخير، بما انه لساتها بالبدايه، يمكن يكون فيها نقص، يمكن يكون فيها اشياء ما تعجبكم، فانا بعتبرها من الالعاب الضعيفه او المتوسطه. يمكن بالايام القادمه تصير لعبه متطوره، يكون فيها اونلاين، يصير فيها اشياء جديده، في شاحنات عادية مع تريلا، وفي شاحنات تكون كاميون، وفي سيارات كمان رح نشوفهم مع بعض. فبداية لا تنسوا من الصلاة على النبي، لا تنسوا من اللايك، اشتركوا في هذا القناة لتصلكم كل جديد، واهم شيء لا تنسوا الدعاء لاخواننا في غزة وفي سوريا. وبترككم مع المقطع، مشاهدة ممتعة. بداية مثل ما شايفين الواجهة الرئيسية بتكون بهالشكل هذا، فمع الأسف لحد لما فيها لغة إنجليزية بس اللغة البرازيلية، فالله يكون بعوننا. بندخل هون بنحط الجرافيك على كيفنا. طبعا بالنسبة للجراج ندخل عليه مباشرة، في عنا هي الشاحنة، في شاحنات قديمة وفي شاحنات حديثة، يعني مثل الشاحنات الموجودة في البرازيل، يعني حاطين لنا شاحنات شعبية يعني بيستخدمون كتير. فمثل ما شايفين في عنا اسكانيا، تفرج على اسكانيا مأجملها، بينتها فخامة. في عنا الفولفو يا حبيب، والله حلوة، شايفين افيكو، وهي من نوع كاميون يعني الفوكس فاجن، بس كاميون هي مي انه راسه ده، انا بعرفته كيف، مثل ما شايفين بهالشكل هاد. في عنا المرسيدس، تفرج يا حبيب، عنا هذا البيك اب ضافوا لنا جديد يمكن على اللعبة، فحاليا ما رح نقدر نشتريه مع الاسف. تعالوا نشوف، هذي اللي ما معك مصاري زيادة، فبينته حلو والله، تصميمه كتير حلو مثل ما شايفين قدامكم. طيب خلونا نحط رجوع، ندخل مباشرة على اللعبة بهالشكل هذا. يا عبي اللي اختار السيارة اللي بدك تدخل فيها. طيب ندخل بهاي الاسكانيا، طبعا ما في عنا غيرها صراحة. هون يا جماعة بيقول لي أي مدينة أو أي قطاع بدك تدخل فيه. مثل ما شايفين يا جماعة دخلنا بهالشكل هذا على اللعبة. في كتير خصائص على الواجهة الرئيسية مثل ما شايفين، ف انتوا اكيد عرفتوهم. تنزل من الشاحنة اذا كان بدك تتجول، تفرج تفرج يا حبيبي تفرج، والله حلوة ها، تشبه لعبة الورد تراك دريفنج سيميليتر، واكيد هي اللعبة كمان فيها يعني مسافات طويلة مثل ما شايفين. والله البوتات طيارة، ليش هيك مسرعين معلم؟ ليش يعني حاسس كأني مسرعين اللعبة شوي؟ ورجيني. لا والله انا مش عامله يعني حلوة. طيب مثل ما شايفين خلونا نركب الشاحنة، تفرج جرافيكا لا بأس فيه صراحة. في عنا الخريطة، ما نقدر ندخل على الخريطة، ايه ورجيني الشكل الداخلي، يا عين عليك يا عين عليك، تفرج كم هي المراية شغلناها، هذيك ليش ما اشتغلت؟ ايه بدنا مراية تانية. طيب مبدئيا ما في مراية تانية هون، في عنا بإمكانك تظبط الجلوس تبعك وكذا والشغلات هي، في عنا تصوير بإمكانك تاخذ صورة، عين عليك والله شي مرتبة يا جماعة ما شايفين. طيب تعمل هيك، هون في عنا الزمور وهالشغلات هي. حاليا شو لازم نعمل؟ خلونا نروح نشوف لنا شي حمولة من هنيك من هذيك الجهة اللي قدامنا، فنشغل الشاحن من هون، بسم الله، نطلع يمين ليسار منين بنطلع؟ نطلع من هون، يلا 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 يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب طريقنا على اليسار، يعني لسه ما مشينا، شو هالفريم هذا؟ فريم كثير قوي. حلو، طريقنا على اليمين، تعال نشوف لنا شي حمولة من هون، الله يستر. هدي يا شيخ، لسه ما وقفنا. هون في عنا تريلات كثير، فنختار وحدة تكون مسافتها قصيرة، 90% ما رح نقدر نوصلها. لاني اكيد مسافات قصيره بس طويله. هون في عنا اول وحده، تعالوا ناخذ اول وحده، شو رايكم؟ ايه منين رح نجيبها هي؟ بيقول لي بدك تروح على النقطه هذيك السطر، حطونا اشاره على الخريطه، خط لونه اصفر، بدنا نروح عليه. الله، في مطبات كمان شايفين، هاي هي مبدا اللعبة يا جماعة. الله يستر ما نعمل شي حادث. الله حلوة الاسكانية القديمة ها، لو يضيفونا هيك سيارات على التراكرز 4x3 بتطلع فخامة، في لها شعبيات كثير هي الشاحنة، بس المشكلة المطورين ما بعرف بيهتموا بغير شغلات، تحسهم ماشيين بعكس السير.
معلش لا تدقوا كثير على الطريق وكذا. إذا جبنا ليل هديله هديله يا شيخ عم الحج. من وين نرجع؟ من ورا ولا من وين؟ ضوعنا الدنيا ضيعنا الدنيا يا جماعة، لسه ما وصلنا للطريق اللي ناخذ منه الحمولة. معلم يستر على عرضك، امشي بسرعة. خلصنا ايه؟ الله اكبر، ايش هالتريلا هاي؟ وين هاي؟ وين وين مكانها؟ شغل الإنارة قال لك، شغلنا الإنارة. حلو معلم، والله تأخرنا كتير، تأخرنا كتير كتير، حتى الشاحنة ما عادت تمشي. ليه ما عادت تمشي الشاحنة يا معلم؟ مثل ما شايفين قدامكم معلم، روحي. والتصوير السينمائي والله فخامة، تصوير سينمائي كتير حلو والله. صارت الدنيا ليل ولسه ما شفنا التريلا تبعنا، وراي يخلص البنزين وراي يخلص الدنيا معلم. بأي قارة؟ بأي قارة كرمال الله؟ بأي قارة حيعطينا الحمولة؟ روحي وانت سكانيا الله. معلم هيك ما رح ناخذ الحمولة اليوم الله العليم. فمثل ما شفتوا هاي هي وضعية اللعبة، ان شاء الله يكون عجبتكم. تعتبر للأجهزة الضعيفة او المتوسطة مثل ما قلنا لكم بالبداية. بالايام القادمة يمكن اذا صار في عليها تحديثات او شيء ننزلكم عليها مقاطع. قيموا لنا اللعبة من 10 هل عجبتكم ولا لا. وطبعا يا جماعة لا تنسونا من الصلاة على النبي، ولا تنسونا من اللايك واشتراك في الفيزر لتصحوا تصحكم كل جديد. وهلا يا جماعة الخير، بترككم بأمان الله وسلام.